بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الصحية، علقت السلطات الأمريكية إلى أجل غير محدد كافة الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة والمخصصة لنقل المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى قاعدتين رئيسيتين في ألمانيا وقطر، حيث تجرى لهم فحوص طبية وعلاجية قبل نقلهم إلى الولايات المتحدة بحسب وثيقة حكومية. واستناداً إلى الوثيقة، فإن مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أصدرت القرار بتوصية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة تم توقيفها مؤقتاً بناءً على توصيات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بعد أن كشفت الفحوصات عن 4 حالات من الحصبة بين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، وهذه الحالات وضعت تحت الحجر الصحي. ويمثل تعليق الرحلات مشكلة جزئية لواشنطن، ذلك أن كثيراً ممن تم إجلاؤهم نقلوا إلى قاعدة رامشتاين العسكرية بألمانيا منذ أكثر من 10 أيام، وهي المدة التي حددتها برلين للسماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها كمركز عبور. وقالت الوثيقة الأمريكية إن تعليق الرحلات سيؤثر بشدة على العمليات في القاعدة الأمريكية في ألمانيا، وسيكون له تأثير سلبي على نحو 10,000 شخص تم إجلاؤهم إلى هناك، وهذا العدد في تزايد. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع إعلان البيت الأبيض مغادرة 32 مواطناً أمريكياً ومن حاملي الإقامات الدائمة أفغانستان. مجلس الأمن القومي أوضح أن 19 مواطناً تم إجلاؤهم جواً مؤخراً من كابول، فيما غادر أفغانستان براً مواطنان أمريكيان و11 شخصاً من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة. وأضاف المجلس أن واشنطن تسعى لمنح الأمريكيين خيارات واضحة وآمنة لمغادرة أفغانستان ومن مواقع مختلفة.